زال انفجار مرفأ بيروت يشكل غصة عند الشعب اللبناني، واليوم نعيش ذكراه الرابعة من دون محاسبة المعتدي الحقيقي. صحيح أن الأيام تمر والأزمات تتراكم، لكن لا يمكننا تناسي الانفجار الذي يعد الأكبر عالمياً. فما حال هذا المرفأ وواقعه بعد الانفجار؟ وما هي الأضرار التي نجمت عنه؟ وماذا عن النظرة المستقبلية؟ كل هذه الملفات وسواها نناقشها اليوم مع المدير العام لمرفأ بيروت الأستاذ عمر عيتاني. مرحبا أستاذ عمر. يعني بداية، كم استعاد مرفأ بيروت اليوم من قدرته التشغيلية من بعد انفجار 4 آب؟ مرفأ بيروت فينا نقول نحن تقريبا بحدود سنتين لورا استعاد المرفأ قيمته التشغيلية بحدود 100%، وما كان في أي نوع من عمل ما عم بيقدر المرفأ يأمنه، ولا أي نوع من عمل المرفأ مش عم بيكون جاهز ليستقبله، ولا أي نوع من بواخته. هذا الشيء صار باليوم الثالث بعد الانفجار. الإدارة اللي كانت قبلي صار في استقبال لبواخر باليوم الثالث بقدرة تشغيلية بحدود 30%، ورجعنا باليوم بحدود اليوم السابع أو الثامن صار في بقدرة تشغيلية طلعنا على 75%. نعم. اليوم بمعنى الأرقام، إذا بدنا نحكي رجعنا لل 2018، ولكن الأرقام صادمة إنه من بعد هذا الانفجار عم تقلل قدرة 100%. صحيح صحيح، الحمد لله. اليوم نحن من بعد الانفجار ذكرت لك كيف نسبة طلعت، ومن بعدها صار في عمل وفي نوع من مواكبة الأزمة الاقتصادية اللي كانت كتير تأثيرها سلبي علينا من بعد الانفجار، والأضرار اللي حلت بمرفأ بيروت. كنا بنعرف انه في موضوع الأزمة الاقتصادية اللي انفقد الكاش دولار، واللي نحن مرفق عام بيستورد كل القطع التبديلية لمعدات، بخاصة هيك انواع من رافعات ما في منها بلبنان. هذه المعدات كلها كان بدها كاش وكان بدها فريش دولار، لا تقدري تحولي عبر الحسابات لتشتري هذه المعدات. أي خطة تبعت بلشتوا بهذا الموضوع؟ صار في قرارات جريئة بوقتها، كانت لأنه ما كان عندنا خيار إلا ناخد هالقرارات، لأنه مثل ما بنعرف نحن اليوم مرفق بيروت هو المنفذ الأكبر أو باب الاستيراد الأكبر للبنان، هو هذا الشريان اللي بينبض للبلد بما خص تحديدا الأمن الغذائي، الأمن الصحي، واللي الأمور كانت بتأدي بوقتها لعواقب وخيمة كتير ما حدا بيعرف مين كان بيتحملها إذا ما صار في هذه الإجراءات، واللي هي ضمن القوانين أكيد كانت. ولكن بالوضع اللي كنا فيه بظل عدم وجود حكومة، بظل ثورة كنا بعز صحيح 17 وكل شيء عم بيصير، نعم. ما كان عندنا خيار إلا نكون مقبلين على هيك قرارات، لنقدر ما عندنا خيار إلا ليكون المرفأ عم بيأمن هيدي الحاجات، لأنه كل الأسباب اللي ذكرتها هي شيء منه سهل أبداً بحينا. نعم، بدي أحكي عن الأضرار مطولاً وتفصيلياً، ولكن أدي نسبة الربح والخسارة اللي فينا نقول كأرقام. كنت عم خبرك أنه نحن بال 2018 كان رقم تاريخي لمرفق بيروت بظل الموجود، يعني الوجود السوري والاستهلاك المحلي وتجارة ترانشيبمنت اللي هي كانت مزدهرة بمرفق، نعم. بيروت، واللي إن شاء الله رجعنا اشتغلنا على جزء كبير منه، وعم نرجع بدنا نشتغل على انه نطوره. وصلنا للرقم 2001 فاصل ما يقارب 1.2 مليون تي يو، اوكي، واللي هي حاوية نمطية. للعلم نحن بال 2019 عملنا 900,000 تي يو، رقم كتير قريب بظل الظروف اللي هي كانت ما حدا كان متوقع انه نعمل هذا الرقم، اللي هو رقم قياسي بالظروف اللي احنا موجودين فيها. وهذا الشيء اجى من بعد ما عملت مناقصة اللي ربحتها شركة سي ام اي، واللي هي فرنسية لبنانية الأصل أو أصحابها، وهي ثالث شركة شحن عالميا. تولت هيدا بموجب العقد صيانة وتشغيل هذه المحطة الحاويات، اللي نحن عائدات المرفق بتعود بحدود 80 أو 82% من تجارة الكونتينر. نعم. هون نحن فينا نقول انه المرفأ اخذ نفس بطريقة ممتازة، رجعنا نستقبل بواخر الترانشيبمنت المسافنة الكبيرة العملاقة اللي كنا نستقبلها قبل،
واستعدنا للحركة الطبيعية مع كل هذه الصيانة اللي صارت. نعم، يعني كان مرفق بيروت يعد من الأهم بالشرق الأوسط، هل استعاد هذا الدور؟ فينا نقول نحن رجعنا تقريبا على الخريطة. بين مرافق الشرق المتوسط أو المرافق العالمية مثل ما كنا سابقا، وعم نشتغل على أنه بموجب خطة اللي عملناها مع الشركات الفرنسية بالتعاون مع مشكورين السفارة الفرنسية من لبنان وشركة إكسبرتيز فرانس وأرتيليا وأجيس اللي هني شركة الخبراء الفرنسيين، هو بدعم أكيد وتوجيهات من الخارجية الفرنسية والحكومة على المساعدة من مع هالخبرات، المساعدة التقنية اللي قدموا لنا هني هالخبراء، وبموجب اتفاقية التعاون اللي عملناه نحن من سنتين تقريبا مع مرفق مرساي صار في تعاون تام ومشكورين عليه، توصلنا لخطة إعادة إعمار أو إعادة صيانة. إذا فينا نقول نحن مرفق بيروت ما عندنا مباني كتير كبيرة إنه تدمرت، عندنا مستودعات كنا أغلبها ما نستخدمها لأنه بتعرفي تجارة المرافق اتطورت من مستودعات لكونتينرات. كنا نستعمل نحن بحدود 3 أو 4 مستودعات من 21. المرافق حديثا ما بقى عم بيتم بناء مستودعات. موضوع البضائع العامة جنرال كارغو تم إعادة إعمار المستودعات اللي هي بالمنطقة الحرة اللي هي مخصصة تقريبا شراكة بين القطاع العام والخاص، واللي نحن مثل نفس تقريبا أسلوب أو طريقة تشغيل محطة المستوعبات، واللي هي الإدارة بتقبض كل الرسوم وبتدفع للمتعهدين أو اللي شغلين هذه المساحات، سواء كان بالشركات العالمية اللي مستثمرة بالمنطقة الحرة بموضوع تخزين البضائع أو شركة السيامي اللي هي. طب كيف قدرتوا تكسبوا ثقة هيدا الشركات وهيدا الكل؟ يعني لما نحن عم نحكي عن مواد متفجرة وجدت بمرفق بيروت، عم نحكي عن أمونيوم، عم نحكي على أرقام خيالية كانت. صح، اليوم نحن فينا نقول أنه ما عنا مستودعات لنرجع نخزن فيها. نعم، وفي حال وجدت بس هيك أنواع كيف من البضائع في حال وجدت عم بيكون الإفراغ أو التفريغ البواخر بطريقة المباشر. نعم، يعني بيكون التخزين عند التجار بمستودعاتهم. لجأنا إلى تعاميم ولتطبيق بحسب القوانين الدولية تطبيق هذه القوانين بطريقة تخزين المواد الخطرة بالمرافق بموجب الاي ام او وبالكونترايات. نحن اللي بنعملهم مع كل الشركات المستثمرة سواء القطاع الخاص مثل السي ام اي ومثل الشركات اللي بتخزن بالمنطقة الحرة، بيكون في بند بيجبرهم باستحصال على كل السيرتيفيكيتس اللي هن لازم يعملوها ويطبقوا القوانين والمعايير الدولية للسلامة والأمن العالمي. نعم، ضمن المرافق. يعني اذا ما في مواد متفجره، في مواد متفجره. نعم، بعد هالتعاميم واللي صرنا واخذنا كمان خطوات كتير اجراءات صارمه انه موضوع المواد الخطره لا تخزن بمرافق، مشكورين قياده الجيش والجمارك تفهموا هالامور وكانوا كمان يعني متعاونين جدا معنا بموضوع استحصال على موافقة مسبقة لإخراج هيك بضائع من المرفق تما يتم تجميعها بمكان واحد، والتجار لما بدوا يستوردوها بيعملوا هالموافقة المسبقة، وهن بيكونوا تجار إجمالا عندهم هالرخص ومعروفين بهذه الأمور، وبيتم إخراجها بعد الكشف عليها بنفس النهار قبل غروب الشمس من مرفق بيروت. يعني فينا نقول للعالم إنه نحنا بالسيف سايد، ما في يعني سيناريو الأسوأ والسيء. نعم، اللي عشناه. نعم. طيب أنا بدي أرجع على نقطة كتير مهمة بدي أسألك عنها، كم عنبر اليوم عم بيشتغل بالمرفق؟ ما نحن ما بقى عنا عنابر بعد الانفجار 21 زي بقى وذكرت لك، وتم استبدال هالموضوع بتقريبا 10 أو 12 شركة بالمنطقة الحرة. نعم، اللي هي أخذوا بيستثمروا الأراضي من عنا بأجارات سنوية وبيعمروا هنجارات بريفاب ساندويتش بانلز بالطريقة اللي هني عاملينها، ويتم تخزين بقلب العنابر للبضائع التي تفرغ من المستوعبات مثل ما حكيت بحسب المواصفات الدولية. نعم، ليه لم يتم بناء أو إعادة أعمار الإهراءات اليوم اللي تهدمت؟ كان في دول مانحة قدمت هيدا الشيء بموجب المخطط اللي نحن عملناه. تركنا موضوع مبنى الإهراء اعتبرناه ريد زون
ما قربنا عليه بالخطة، ولكن نحن ليه؟ لاحظنا منطقة حد الإهراءات. نحن من اليوم الثاني والثالث كنا عم نشتغل بالمنطقة اللي حد الإهراءات لتفريغ القمح والمواد الغذائية، واللي هي هذا شيء ما توقف من اليوم الأول، ما في شيء تغير يعني هلأ حاليا، لأنه موضوع الأمن الغذائي أكيد خط أحمر عند الكل. بنفس الوقت في قرار لهدم الإهراء من رئيس الحكومة من مجلس الوزراء مجتمعا، ما في قرار من رئيس مجلس الوزراء بوقف الهدم أو نعم. التريس أو ما معنى هذا الموضوع خارج نطاق صلاحية إدارة المرفأ، كون المبنى الإهراء تابع لوزارة الاقتصاد وليس لإدارة المرفأ. وأما نحن مأجرين الأرض ب 360 ألف ليرة بالسنة، المبنى الإهراء تابع لوزارة الاقتصاد، ولكن نحن عم نأمن هذه الخدمات وعم نكون عم نحط بلان بي وسي. عم تستفادوا بظل هيدا التأجير يعني المبلغ الصغير اللي عم تحصلوا عليه؟ ما هذا مبلغ رمزي. نعم. ولكن نحن عم نأجر لوزارة، وهذا نعم. بموجب المراسيم القديمة. نعم. وهذا الشيء الموضوع كله بصب بتسهيل للأمن الصالح، الأمن الغذائي. نعم، هل من أسباب سياسية أم فينا نقول إدارية اليوم تعرقل يعني مزيد من الازدهار بالمرفأ أو تعرقل أعمال؟ نحن من أول يوم ما طلعنا بالشيء اللي حوالينا أخذنا بعين الاعتبار نعم. التحديات، وكان عنا إصرار بأنه يكون المرفأ هو من المنافسين للمرافق اللي حوالينا، رغم الظروف برجع بقلك اللي حوالينا كانت كتير سيئة بعض المحلات، ولكن نحن بتعاون متواصل أنا كمدير عام ورئيس لجنة إدارة وكلجنة إدارة وكإدارة كاملة بحسب القوانين مع وزير الأشغال العامة اللي هو مشرف بشخصه على إدارة المرفأ وليس بوزارته، وهيدي الاستقلالية عطتنا نوع من حرية بالتحرك لنوصل للي نحن الحمد لله وصلنا له اليوم. بنفس الوقت رئيس الحكومة كان كمان من الأوائل الداعمين لعمل المرفأ، وهذا التكامل اللي صار معنا بخطوات استثنائية، لأنه ما بنعرف نحن أي شيء حوالينا بيأثر علينا، ونحن ما عايشين بمرفأ خارج لبنان. هل يجري اليوم تقديم أي مشاريع لكم من قبل الحكومة الوزارة اللي كنا عم نحكي عنها الأشغال العامة؟ أنا ذكرت لك أنه نعم. إحنا شكل الإدارة عندها الاستقلالية، واللي هي عندها هذه الصلاحية لتعمل كل هالمشاريع، ولكن ما بتنسقوا مع الوزارة. أكيد أكيد قلت لك أنه إحنا نعم. كل تنسيق عم بيكون تام مع الوزير المشرف ورئيس الحكومة بشكل مباشر. نعم. ما الخطة الجديدة المستقبلية للمرفأ؟ فنحن اشتغلنا مع الورد بانك لحدود سنة. نعم. بمخطط توجيهي هني بدهم يقدمونا إيه بالتعاون مع خبراء وشبونا إيه. ارتأينا أنه هذا المخطط ما أنه جاهز حاليا بحسب توجههم هني أو بحسب اللي عطونا إيه بهذا المخطط، أنه يكون رغم اعتراضنا على كتير أمور أنه هلأ المرفأ ما بيزبط هذا المخطط، أنه بنوع من حجم أو نحد عمل المرفأ حاليا، واللي كانوا هني عم يشوفوا انه المرفأ ممكن بس هالقد يشتغل بظل التوقعات والتقديرات اللي نحن والمخطط واللونج تيرم فيجن اللي قايلين نحن واللي حاطينه بذهننا، انه هذا المرفأ بده يكون احد المرافق اللي بده توصل بين الشرق والغرب، اللي هو معود يلعب هذا الدور بظل الخطوط النقل اللي عم تصير حوالينا مثل الكوريدور الهندي ومثل خط النقل العراقي، وبظل توقعات بإعادة اعمار سوريا نعم. في حينها هذا المرفأ عنده دور أساسي، وهو النقطة الأقرب من حد الخطوط وبين الشرق والغرب، وعنا المساحة الكافية وعنا المعدات الجاهزة وعنا كل القدرات اللي نكون نحن نلعب هذا الدور. إذن لماذا يحتاج اليوم المرفأ فينا نقول؟ يعني اليوم المخطط اللي كان مع الورد بانك وقفنا نحن لأنه اعتبرنا أنه مثل عم نوعا ما حاليا ما في مرفق بديل بلبنان يحل محله، لو في مرفق يحل محل مرفق بيروت نحن بنقول من صغر. مخططنا هو يعني على سبيل المثال عم نحكي طرابلس. طرابلس عنده نعم. قدرة محددة نعم. والتوزيع. مهم تشغيل مرفق طرابلس بشيل عندكم يعني تقل احنا أكيد. مشاكل احنا كل هالمرافق هي نعم. بتكمل بعضها بموجب نعم. انه صح في اختلاف بشكل الادارات،
ولكن كلها بتكمل بعض، هي مرافق لبنانية وهي على الساحل، وهي بالنهاية بتبع بيرجع الريع أو التحصيل للحكومة اللبنانية. ولكن كل مرفق عنده طريقة إدارة له بشكل حسب مقررات مجلس الوزراء. هالفلكسبيليتي اللي عطت مرفق بيروت خلتنا أنه نحن نرجع كمان ما نمشي حاليا بمخطط الورد بانك، لأنه نحن منقول أنه المرفق هلأ بعد له دور سياحي وتجاري بظل التطورات اللي بدها تصير بالمنطقة. رحنا مع الخبراء، مع مرفق مرساي ومع كمان اللي ذكرته أنه الخبراء الفرنسيين بدعم من السفارة والخارجية الفرنسية وشركة إكسبرتيز فرانس اللي هني كانت عم تواجد على طول عم تأملنا هذه الخبراء اللي ساعدونا، وصلنا معهم لمخطط توجيهي. لأين حالنا كإدارة مرفق بيروت فيه، وبيواكب هذه التطورات اللي حوالينا بالمنطقة، وبيكون على على مثل ما بيقولوا على مسافة من النظرات أو التطلعات اللي بنلاقيها نحن لمرفق بيروت بالمستقبل القريب والبعيد، واللي هي اجت من نوع مثل صيانة وتحديث لمواكبة هذه التطورات اللي من المرافق اللي حوالينا، ومحطة ركاب مع مول سياحي يكون موجود على رصيف 3، إعادة تنظيم خطة النقل، خطة النقل بالمرفق، صيانة الأرصفة اللي تضررت من الانفجار، تعميق الأحواض، إعادة توزيع الباحات اللي هي موجودة بالمرفق. نعم، اليوم شو رسالتك للشعب اللبناني يعني بذكرى الرابعة على انفجار المرفق؟ يعني هذا النهار اللي هو منعتبره أنه نهار أليم بذاكرتنا ووصمة عار، إذا فينا نقول نحن صار بأربع آب واللي كلنا معنيين فيه، ونحن بذكر أنه أهالي الضحايا هني أهلنا، ونحن أهالي الضحايا كمان الشهداء اللي راحوا بالمرفأ هني أساساً موظفين، وهني بنفس الوقت بيشتغلوا بالمرفأ، ونحن لو كنا بهذا التوقيت كلنا ما من ضمن حيصيبنا اللي صابون. عم نشتغل انه ما تتكرر هذه الامور، انه ما تنعاد الاخطاء اللي صارت، ومثل كل سنه بدنا نرجع نحن نكون نشد على ايد اهل الشهداء، واكيد كلنا بدنا نعرف شو اللي صار وشو اللي حصل بوقتها، ولكن الشغله هي من اهم من الشغلات المهمه اللي نطلع، لانه كمان نحن مرفق بيروت هو أمانة لكل أمانة وطنية لكل حدا بهذا البلد، بده يساعد على أنه هذا المرفق يزدهر ما يوقف بظل ازدهار المرافق والمنافسة بالمرافق اللي حوالينا، ونحن بعدين نكون أكيد الحقيقة بدنا نعرفها، ونحن أول ناس يعني إذا بدنا نقول بهمنا نعرف شو اللي صار، ومنشد على ايد اهل من اجراءات معينه حتكون عم تتخذوها بهذا اليوم؟ احنا عاده ناخذ اجراءات رمزيه. اكيد بنستذكر يعني الحزن موجود اكيد بهذا النهار، وبنرفع بنوقف العمل لفتره، وبنطلق صفارات البواخر مثل كل سنه. وندعم اي شيء بينعمل لهذه الذكرى بقلب المرفأ، ومنساعد فيه بنفس الوقت هالسنة حيكون نفس الخبرية. نعم، المدير العام لمرفأ بيروت الأستاذ عمر عيتاني، أنا بتشكرك على الاستضافة، ما تنسوا تتابعونا على منصات موقع لبنان الكبير، فيسبوك، تويتر، إنستغرام، ولمشاهدة الحلقة كاملة على يوتيوب. شكرا وإلى اللقاء.